أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء، كيف حالكم؟ درسنا اليوم عن أدوات الربط. لدرسنا هدفان: أولا أن تتعرفوا إلى أدوات الربط ووظائفها، ثانيا أن تستخرجوا أدوات الربط من الفقرة وتوظفوها بجمل من إنشائكم. هيا يا طلابي نتعرف إلى بعض أدوات الربط ووظائفها. أولا لدينا الواو. الواو هي أداة عطف تدل على المشاركة والتتابع دون ترك فترة زمنية. مثال: جاء سالم ورفيقه. الفاء هي أدوات عطف تدل على الترتيب والتعقيب دون مهلة. مثال: دخل التلاميذ فالمعلم. ثم أيضا هي من أدوات العطف تدل على الترتيب والتراخي في الزمن. مثال: جاء سمير ثم فادي. أو أيضا هي أداة عطف تدل على التخيير. مثال: سنقيم يوما أو يومين. لأن هي من روابط السببية تدل على التعليل وربط السبب بالنتيجة. مثال: البحر أزرق لأنه مرآة السماء. لذلك من روابط الاستنتاج: الاستنتاج بعد تحليل الأسباب وتقديم الأدلة. مثال: القمر مظلم يستمد نوره من الشمس لذلك يضيء في الليل. هيا نقرأ معا هذه الفقرة ثم نستخرج أدوات الربط منها. مرت الأيام وطالت غيبة الوالد، فأخذ الشاطر حسن بساط وارتفع به في الهواء، ثم هبط عند نخلتين متجاورتين، تعجب لأن أباه اختار له هذا المكان. والآن ما هي أدوات الربط التي نجدها في هذه الفقرة؟ الفاء في فأخذ، ثم الواو في وطالت، الواو في وارتفع، وأخيرا لأن. والآن حان لكم أن تطبقوا وتوظفوا تلك الأدوات بجمل رائعة.